اوه وين المكان؟ صار الدنيا عتمية. لا 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 وات شو هاد؟ اوكي سلام عليكم شباب، ان شاء الله خير يا كرحوي. هذا شباب مقطع جيم رولكس. اليوم راح نلعب ما بستطري مع اتك. هلا والله رحمي، هلا بزين وربي مشتاق لك اتك. كيف الحال؟ هلا والله رحمي، هلا بزين. اليوم يا شباب جايب ما برهيب، فقبل ما نبلش حطوا لايك حطوا لايك حطوا لايك، وتعالوا اشتركوا بالقناه الثانيه تبعي طالع قدامكم على الشاشه. واتاكو تعرف هذا الصوت تبع شو؟ توتسو بيت الجدة. او ماي جاد، مين يستعمل هاي الساعات الغريبة اللي هيك تطلع اصوات مخيفة؟ تخيل ساعة جد يا اخي صوته غريب. اتاك الساعة 12 بدك تنزل تروح تجيب مي من المطبخ وتسمع هيك صوت، شو يصير بيك يا اخي؟ ما بنزل ما بشرب خلص. شوف شوف اتاك، هلا لازم نطلع من بيت الجدة لان هاي الجدة احنا سوينا مشاكل، شايف كيف احنا مخربين البيت وبدأت عاقبنا. نحن اللي عملنا هيك والله، انا ما دخلني كنت نايم. امزح بيت الجدة وهيك، بس احنا تعرف شو بدنا؟ جينا على الجدة. شوفي بس تاخذ الجسم مش مسحها تطلع لك. ليش اخذت الكوكيز؟ انا كنت بدي احكي لك. اوه ماي جاد جده طلعت. اهرب سيف، اهرب 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 اهرب. وين الجده؟ اوه والله سريعه جده، ييب طياره، فكرت بطيئه انا ما فيها تمشي والله سريعه. اه صعدت على المصعد تبعها. اوكي بسحب عليها المصعد تبعها بيشبه التواليت الفرنجي. ياب بس هذا المصعد سريع وتاكل. اوه ماي جاد، لا 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 دير بالك تدعس هذا والله ببطئك كثير. ما فينا نفوت. لا انسجننا رحمي انسجننا. يا الله اخذنا هلا الكوكيز وعم تلحق معانا مره ثانيه. اوتاكو يمكن لازم نجيب مفتاح للباب. دور دور على مفتاح غالبا حيكون تحت يا رحمي. بشوف انا بشوف في مكان هون فارغ، انت روح شوف من ذاك الطرف عندك. اوه هذا مفتاح، مفتاح عندك كان. اوكي منيح، انا لانه مسكتني طلع الزنب الثاني غلط. لا 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 اوتاكو يا اخي انت عم تمسكك بسبب انك عم تروح بالاماكن الخطا. اوتاكو لازم هيك اسوي. انت حكيت لي روح من هناك وانا بجرب اروح من هون. على يمينك يب، لازم هيك تدوخ تفتر مثل الدائرة. اوه انا بفتح الباب. حركات نينجوية. طب يلا ماشي، لازم هيك تدوخها وهي بطيئة يعني ما راح تقدر توصل عليك. انا بفتح الباب، فتحته ليتس جو. الله اكبر والله، وينها اصلا ما وصلتني. وات صوتها نايم. هلا هلا بتوصلك، هلا بتوصلك. كثير بالك يا ده يا ده يب، خدعتني فكرت نايم. اسمع صوتها عم تنام. نامت نامت مرة ثانية اتاكا. وانا نامت بنص الطريق. وات او ماي جاد، شو هالغرفة؟ نحن كأنه صعدنا بالسقف تبع البيت. شو هذا؟ شو هذا؟ شو في هون؟ يمكن كهرباء 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 كهرباء. انت بهذا المزمن كهرباء عبقري مبين. وير كهرباء؟ او ماي جاد كنت رح اطيح. دير بالك يا ذكي، هذا بتنكسر على ما يبدو. كنت رح اطيح اتاكا. وانا لازم ننط من فوقهم، انا ما اعرف ليش عم ادوس عليهم. المفروض نبقى ننطنط يا اخي. حلو حلو الخطر. حلو خطر يا حبيبي، لو حياه واقعيه مو حلو صدقني. او ماي جاد كنت رح اطيح اتاكا. بالحياه الواقعيه الجدات هيك بدهم يقتلوني؟ ما لا اكيد لا. شوف شوفي فار. بطلت بطلوني لتحت، بطلت بدي اشرب. بلادهم بدي اشرب مي. جيت بالشوكه هاي انتحر اتاكا. باي باي ربي اتاكا. عبر الفرن لازم اعبر. لا في فيران فوق كمان، دير بالك. تمزح، ما شفته اتاكا والله. يب ما شفتهم. بيت الجده كله فيران. اوه ماي جاد قتلني الفار، قتلني. ما كنت اعرف ان الفيران فيهم يقتلوك. انا لكن كيف انا متت يا عبقري؟ انا فكرتك طحت انه خايف من عندهم. لا انا ادري الفار يسوي امراض بس ما ادري انه يقتل اتاكا. لا الفيران بيقتلوا الضباط معروف. كفو اتاكا، هلا انت خوفتني منهم اكثر. شو هالشباك؟ هلا والله والله مكسور بس بنقدر نفتحه الحمد لله. اتاكا شو هالجده هذه؟ ولد حاسب الحرب العالميه الاولى هذه. حزر وين انا رحومي؟ وين وينك حزر؟ ترى هذا والله فايت. عم يلعب ختيلان، عم يلعب طميمه. هلا والله انا بسحب عليك وراح افوز. اتاكا مات. اذا لمست بطرف طرف طرفه بتموت. انا لحد الان متقدم عليك والله ما ميت لحد الان المره. والله كفو رحومي. فريق مسدود من هون، وين بدي اروح؟ ما في مكان. اه في درج هون. أوه. شوف انا وين صاعد اتاكا مشان لا تضيع. انا هون شايفني؟ شايفك. يلا والله اتاكا علق هناك. يلا بنت. لا ما علقت. حزر شو عملت؟ شو عملت؟ جبت شغله حلوه كثير. ترى اوه صار دراغون بول، صار يطير. وين طلعت؟ سمعتك؟ لا لا يا غشاش، ارجع ارجع. لا تغش بعد مرة ثانية. رحومي ال 200 روبوكس راحت على الارض. صراحتهم هيك صح؟ كفو اتاكو كفو. يلا تقدر انت تسويها بدون غش بدون فلوس البابا. الله عليك. كنت بس كنت مفكر بتضلها للابد. كيف طخيت بهذه اتاكو؟ عبرت انت كل ذول الصعبين. من الحزن، من الحزن تبع الروبوكس. Thank you.
خلاص انا بعوضك يلا تعال شراها مره الاخر. يا عبقري يا عبقري هلا والله تاكو عم يصرف نفسي بابا على اشياء ما لها داعي. لا الصراحه رجعت لي هلا ما بعرف شلون بس من وين راح يرجعك سؤال؟ راح يرزقني من عندك هون الحمد لله فكرت بيرجعك من البدايه راحت 400 وال اوه بتش كنا نطلع من البيت وظلمت الدنيا ظلمت تاكو صار عم تحكي اعطيني الكوكيز تبعي وين هي هي يا رب اتاك عم يشتري فلوس البابا هي نفسها اشتريتها مره واحده وظلت عندي شو هذا في قبر فوت بالقبر او ماي جاد هذا شكله جده رحومي هذا جده دافنا جده هون ليش تعمل هيك والله انه شريره هي الجده الحمد لله انه جدتي مو هيك شوف 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 بيت الجده كيف صاير يا اخي شو هذا اتاك او ماي جاد كيف راح نعبر انت خلص خلاص تستعمل فلوس بابا او ماي جاد وربي سريعه شغلاتي عم تجيبهم والله صدق يمكن راح اشتريهم انتبه اتاك انا مره واحده جبتها يا رحومي دفعت 200 مره وكل شوي بترجع لي ترجع لك فكرت كل مره تشتريها اوكي لا لا اتاك قديش عندك فلوس بدك تنتبه اول ما بتنفتح ارقد شكلك فاهم يا نصه والله سريعه اي عبرت اللزقه طيب انت تستطيع قلت لك شو هاي او ماي جاد لا حتى ما كنت منتبه عليها جدتني بعد ما يصير على اليمين او على اليسار تبع الجدار اعبر اوكي هيك اوكي يلا انا بروح اتقدم عليك او ماي جاد والله كثير صعب الباركور ذا او ماي جاد ييب والله الباركور هذا غليظ قلت لك هي جدة بالقوه تمشي كيف فنت هالاشياء وربي صعب يمكن دفعت للناس لحتى تسوي هيك طحت انا اوتاك طار على طول لا يا اخي او ماي جاد انا هون عم اطيح وهو عم يطير اصلا عادي اوتاك خلك بفلوس البابا استناك يا ابني درا انا بس خايف من هذه ممكن اطخ فيها لازم نجي هون عزو اركض اوه الله ليك الله كفو كفو الله ليك احابر لا لك اوتاك دفشتني دفشتك بالغلط يا رب الله ليك او ماي جاد والله رحمك يا اخي انا اسطوره حبيبي سويت اللي عالي كيف الله عليك انتظرني يا اخي اوه شو هالمكان ذا الله يا اخي شي غريب هون كل هذا بيت الجده لا 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 دير بالك او ماي جاد وربي خطا تعال خلينا نمشي هون على الحافه يا رب ما ينزلوا علينا ويقتلونا على الحافه يب شوف يا اخي انا الله ليك رحومي كفو اتاكل لسه تحكر اكثر مني صار على طول يا رجل والله الدرج كبير اللي ساعه ما يلا 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 عم نشوفك والله يا اخي حلو مشاهدتك انا حصل عم نشوف الفيديو قبل كل الناس عم يشوف فيلم حضرته مستمتع اوكي خلينا نطلع من هذا المكان خط اوه شو هاي اتاكل بدك تنط تجربه يلا نروح شوفهم حادين ولا لا اتاكل اوح انقسمت نصين انا صرت ضفدع يا رحومي معمول سلطه يا الله يا اخي انا كل شيء بصير سلطه ليش هذا كيف راح اعبر لازم من الزاويه صح اتاك بس امشي انا دغري مشيت لقدام وعبرت انت محظوظ يا حبيبي انا لا اوكي خلينا نركز هون اوه صار الدنيا عتمه لا 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 وات شو هذا هذا شخص او ماي جاد صاروا اثنين شكلها جدا قاتل اشخاص وحطتهم هون تحت الارض وتاكو شو هذا يا اخي والله غريب من وين راح نطلع من ذي المتاهه يا اخي زي المتاهه بتعرف عندي استراتيجيه بالمتاهه يا رحومي انك تحط ايدك اليمين على الحيط وتضلك امشي مو وقتها عم يلحقوا معاي اثنين حاليا عم يلحقوا خلينا نزود ثلاثه او ماي جاد 700 واحد وال حاسس استراتيجيتك ما راح تشتغل هون صراحه لانه المتاهه لا والله بس حطيت ايدي على اليمين اول طريق وصلت والله وصلت من كفو. اول طريق بس حطيت ايدك اليمين وبتوصل دغري مسدود هذا اول طريق وتاكو يا الله يا رحومي بس كمل تعال حقدلك يلا رح ترجع اوكي يلا يب انا رجعت تعال طيران يا حبيبي يلا اطلع قدام معي رحومي تعال معي تعال الخريطه تبعي المتنقله يلا اطلع خلينا نشوف يلا روح كفو وتاكو هلا راح يموت لانه ما في طيران لا ما في نهايات نهايه وصلت من اول والله بدون ما اطير بدون ما في وحوش ما طلعوا لنا اي وحش لحد هلا لا 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 انا فتت بالطريق خلص اروح على اليمين خلت ثلاثه يلعقوا خلفي يا اخي انت مو خوش مدل سياح يلا اطلع قدامي تعال يلا امشي يا رحمه هو تيه الطريق نفسه اللي على اساس عم يدلني لا خلص هلا حافظه يا حبيبي على الاخر تمشي من هون وخلاص لحد لا مسكني انت كمل لقدام يمين متاكد يمين ضلك ايدك اخذت يمين والله طريق جديد هلا والله كفو في درج لا درج ما فيني اصعد يا اخي مخيف ذي المرحله كثير مخيفه عم تخليني جد والله انه بتخوف حط ايدي اليمين والمفروض يطلع لنا واحد من هون لازم ننتبه يب طلع واحد من هون هلا بنكمل المفروض اذا نحن نصعد درج ما حد راح يقدر يلحق بينا ان شاء الله يا رب اصعد اتاك التعامل انا والله رقمي اصعد الدرج واخر اصعد بسرعه عاد بنقدر نطلع مع بعض ما فيهم يطلعوا والله فكرت فيهم يطلعوا خلفنا اوه شو هالمكان طلعنا نحن عند الجيران يمكن عند جيرانا واد متاكد
لا هي هون هي تطلع صوت لا بدها الكوكيز وتاك اهرب من وين بدنا نروح كل هذا مشان الكوكيز والله اخذتها بالبدايه بس لانه كان زعلان بالليل يا اخي ليش اخذتهم كلها صوتك وتاك من وراك الا نحن عم نتعذب اه والله انها سريعه بروح من الطريق طيب يا رحوم يمكن لازم نفوت على البيت ولا ما فينا لا لا من وين ما هي جتي من هون اعتقد المفروض الطريق نكمل من هون يا اصلا يب من هون يا رحوم هي في ابو هون يب يب افتح 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 فوت 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 الله لنا يا الله شوف الفيران بكل مكان يود هذا فرع مين هذا اللي بناه للباركور هذا والله نفسي اعرف احي يكون عندها مصاري كثير الجداد دائما عندهم مصاري وتاك بنط من هون لهنيك اوكي جيجي متت على طول ما انصحك تسوي اتاك بدك تعبر هون خلف الفار تعال 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 يلا من هون يس ليتس جو ربي اني الصوره ابو تاكو ايش هلا من وين راح نعمل لازم تنط لفوق بعدين تكمل دير بالك دير بالك المشكله ما عم احسب القياسات كثير منيح لازم ننتبه هيك يب شايفين الجرث هون كمان موجود والله صعب يب حكيت لك دير بالك منه اوكي اوكي هاي لازم ننط هيك اوه الحمد الله لله فكرت الله فكرت انه ما فيني اوقف على هاي الجدار الصغير او الحديد لا بتقدر بتقدر يا حبيبي اوكي خلينا نفتح هاي شو هاي مو من هون اجينا احنا ولا شو اوه في سباق وات يا رجل ذيك كثير سريعه وربي اوه ماي جاد والله حرفيا طياره ليتس جو عباك ده العب ماريو كارت وتاكو فيك تنطنط فيا شو هالغرابه يا اخي والله جده مستمتعه بهذه والله بيت رهيب يا اخي بس كل اسبوع عند الجده يا ولد بس متنا مليون مره بدك تموت مليون مره انت كمان لا انفجرت فيني اه في تايمر لفوق لازم اخلص بوقت معين وتاكو اوه انت خلصت ولا لا لا لسه مستمر تايمر صار عندي صار 30 ثانيه بس وصلت يا حبيبي ترى انت يعني اسرع مني انا هلا متاخر عليك كثير هلا من هون والله كبير المكان وتاكو بس حلو يلا يلا هلا قربت توصل قربت توصل رحمي يلا يا حرام كنا عم نسابق مع بعض وتاكو عافني وراح يلا جيت هون هلا والله رحمي هذا والله صعب 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 اخيرا ليتس جو ايزي 46 ثانيه انت قد ايش والله كفو انا 28 ثانيه 28 ثانيه ولا 30 ثانيه وتاكو ما بعرف نسيان لازم اضغط ستوب يلا اوكي يلا جاينا وتاكو هلا شو هالغرفه احنا هلا رجعنا طابق كبيره طابق كبيره طابق كبيره وين طابق اوه ماي جاد حكيت لك واد اشوف الطابه قديش كبيره انتبه جتك طابه ما لازم تنزل تحت دير بالك فكرت لازم تمشي باتجاه الطابه عبقري من هون مره لعبنا ماب زي هيك ما تتذكر كان يا والله كان رهيب يب اتذكر والله كان كثير حلو هلا بوصل انا قبلك يا رب ما تجي طابه يا رب ما تجي طابه اه فكرت راح تجي اه لازم نفوت من هون اضحك عمي طير بس حبيت اوصل لك بسرعه او شو هاي اوتاكو في سلاح هون وات هذا هذا شو بازوكا كوكي زوكا اه ماي جاد لا شكله يطلق كوكي زوتاك ابلع او ماي جاد عم اسمع صوتها جت هون عم تيجي من كل مكان وات في مليون وحده هذول اليين ولا حقيقيين ولا شو والله ما ادري بس بدي الكوكيز انا ما راح اعطيها اي شيء لا انا عم بعطيها كوكيز نص وجه هذه كوكيز اه خلصنا كتبنا كوكيز هاي كوكيز يا حبيبي اعطيتها كل الكوكيز اللي عندي يا حبيبي خلصوا نص راسه اعطيتها كوكيز وينرز هاوس بيت الفائزين كنا ختمنا الماب وتاكو خلينا نشوف او ماي جاد انا والله ثاني ماب مره لعبناه تتذكروا؟ هلا والله تعال يا حبيبي هذا الشرطه يا ابو الراحه الكريه شوف في كوكيز كمان هون فينا ناخذهم وتاكو يا ولد انا اكل من هون واطلع راحه رغمي بس بكى يا شباب هونكم وصلت هذا مقطع عتك الكاميرا اثنين تشوفكم جيبكم لا تنسوا لايك تشتركوا القناة تجوا تتابعوا انستغرام بس جيبكم باي باي سلام اه تاكو تحطك بالمركز الاول شلون مع انك انت وصلت قبلي على النهايه لانك اسطوره يا حبيبي